اسمك؟ عمر. عمر صلاح الدين طه. جنسيتك؟ مكتوب عندكم في جواز السفر. جنسيتك يا بني آدم؟ مصري. دخلت البلد ازاي؟ فيزيت سياحة. ده تاني مرة؟ أول مرة دخلت فيها البلد هنا ازاي؟ بدعوة من محمود الدمنهوري صاحب قهوة الشرق. صلتك بإيه؟ صاحب أبويا الله يرحمه. بعت لك الدعوة ليه؟ بيرد له الجميل وبيساعدنا اشتغل يعني عشان أحسن دخلي. من غير ما تاخد فيزة عمل؟ ما كان المفروض إن أنا أجرب أشوف هعرف أعيش هنا ولا لا الأول. ولما سافرت مصر ورجعت ما رجعتش بدعوة من محمود الدمنهوري ليه؟ عشان الراجل في السجن. ليه؟ انتوا أكيد عارفين ليه. ماسك في قضية حشيش بس ظلم. عرفت منين إنه مظلوم؟ ليه ما يكونش بيتاجر فعلا؟ الراجل بقاله عندكم هنا أكتر من 20 سنة. يعني لو بيتاجر من زمان كنت عرفته من زمان برضه وقبضتوا عليه. مش هتاجر على كبر يعني. وبعدين دخله من قهوة الشرق كويس عارف يعيشه يعني. محدش طلب منك تقدم تقرير عن نشاط محمود القانوني. مش أنت اللي بتقولي عرفت منين المظلوم؟ وسارة ستيفان؟ مالها؟ علاقتك بيها إيه؟ بتساعدني برضه. بتساعدك في إيه؟ أصدر كاميرات للشركة اللي بشتغل فيها في مصر. ما أنت شغال في مصر أهو، جاي هنا ليه بقى؟ وأنا قلت لك في الأول، جاي عشان أحسن دخلي. وليه سارة بتساعدك أنت بالذات؟ سارة مسؤولة عن مركز رعاية المهاجرين العرب، وبتساعد كل العرب عموماً يعني مش أنا لوحدي. مين أصحابك العرب هون؟ كل اللي بيقعدوا في قهوة الشرق. مين أقربهم ليك؟ محمود الدمنهوري وعيلته. مين تاني؟ الباقي كل واحد. وإيه الحكاية؟ وسالم. ماله؟ المعلومات اللي عندنا بتقول إنه أقرب واحد ليك وإن في ما بينكم بيزنس. لا مفيش الكلام ده. لسه كلام. يعني ليك أصحاب أهو غير عيلة الدمنهوري وعندك بيزنس تاني غير اللي جابتهولك سارة. ما بتقولش كده على طول ليه؟ أقول إيه بالظبط؟ أنا مش عارف أنا فين ولا بكلم مين ولا اتخذت من الشارع بالطريقة دي ليه أساساً؟ أنت هنا عشان تجاوب علينا وبس.